طب ما انت جرحت نيلي كريم لما قلت ان هي ما كانتش عارفه تقول كلمتين في زير. ده حقيقي. ساليها. انا اشتغلت مع نيلي في الحاره اول مره، هي طلبت مني كده. ده حقيقي ازاي؟ بس نيلي كريم ما شاء الله يعني. ماشي ما شاء الله بعد المسلسل ده، اما قبل المسلسل ده ما يعني انا مش بقول ان انا ليا فضل عليها، انا بقول لك الواقع يعني. كنت انا وانتصار منطلقين انطلاقه عظيمه، وهي كانت مستغربانه شويه ان احنا ساعات بنرتجل ساعات بنقول. شطارتها ان هي ركبت معانا يعني، هي مش وقعت مننا، ركبت معانا وبقت نجمه بعديها حاجه عظيمه. انا مش بقلل من نيلي، انا بقول لك ان في ناس بتشتغل على نفسها ممكن ما تبقاش في احسن احوالها وبعدين بقت نجمه جميله. كري وتعترفي ان باسم السمره لما قال ان نيلي كريم اتعلمت مني التمثيل انا وانتصار في ذات كان عنده حق. هو بالتأكيد باسم فنان كبير طبعا، والأستاذة انتصار فنانين كبار وعندهم خبرة أكتر مني في الوقت ده في التمثيل، والواحد يتعلم ده مش عيب يعني. من أحلى المشاهد عملتها مع باسم، وباسم فنان كبير، لكن أنا يمكن ألوم باسم على كلمة يمكن هي طلعت منه، إن ما كانتش عارفه تقول كلمتين على بعض. عندي انا في البرنامج قال لي الكلمه دي، ما كانتش عارفه تقول كلمتين على بعض. ف لا انا قبليها كنت عامله اعمال مهمه واعمال كبيره، كنت بعرف اقول كلام كتير ورا بعض. بس انا متاكده ان هي طلعت من باسم بعفويه، لان هو فنان جميل وصديق، وقضينا ايام حلوه قوي في مسلسل ذات، اتعلمت منه، وان احنا كان في بينا كيمياء حلوه جدا. كان في حاجه في الكواليس؟ ولا خالص بالعكس. طب ليه قال كده؟ ما اعرفش ليه باسم قال كده، بس الكواليس كانت جميله جدا بتاعت مسلسل ذات. انا بتكلم على نفسي يعني، بيني وبين باسم بالعكس كان كل خير، واستمتعت بشغلي معاه جدا. واكيد هو فنان كبير، وان الواحد يتعلم من فنان قصاده دي حاجة حلوة، ومش شايفاها حاجة عيب يعني بالعكس. مش زعلانة منه؟ لا مش زعلانة، عشان عارفة ان باسم طيب وابن بلد وجدع، وانا شخصيا ما شفتش منه حاجة وحشة الحقيقة، وما اعتقدش هو كمان شاف مني اي حاجة في التصوير وبعد التصوير، ولا بالكلام ولا بأي حاجة. يعني ممكن نشوفكم مع بعض في عمل تاني؟ والله انا اتمنى، انا بحب باسم جدا يعني. الكلام ده هيتاخد عليكي؟ ما يتاخد عليه مشكلة. تقري